السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي تلميذاتي الأعزاء، مرحبا بكم مجددا. معكم أستاذ مالنا، مدرس في مؤسسة الدعاء الديبوني، المستوى السادس، مادة اللغة العربية. إذا نلتقي مجددا في حصة جديدة، ودائما في إطار عملية تقويم والدعم العام. اليوم سنكون مع مكون جديد وهو مكون التراكيب، ومن خلال هذه الحصة سنقوم بدعم وتقويم المكتسبات السابقة في التمييز الملحوظ والتمييز الملحوظ، ثم كذلك سنعمل على تثبيت المكتسبات السابقة في تمييز العدد. إذا سبق وتعرفنا التمييز الملحوظ والتمييز الملحوظ ثم تمييز العدد. إذا اليوم سنتذكر بعض القواعد أو التعريفات الخاصة بهذين الدرسين، ثم بعد ذلك ننتقل إلى إنجاز بعض التمارين الخاصة بهما. إذا كما سبق وتعرفنا أن التمييز هو اسم نكرة يذكر لبيان المراد من اسم مبهم أو جملة مبهمة قبله، وهو نوعان. إذا قلنا أن التمييز هو اسم يذكر لبيان المراد من اسم مبهم قبله، أي يوضح لنا الاسم المبهم قبله. وهذا التمييز ينقسم إلى نوعين، تمييز الملحوظ وتمييز الملحوظ. إذا التمييز الملحوظ هو ما كان مميزه ملحوظا قبله دالا على الكيل أو المساحة أو الوزن أو العدد. إذا التمييز الملحوظ هو ما يتم لفظه، ودائما يدل إما على وزن أو مساحة أو الكيل أو العدد. مثلا كأن نقول باع البقال لطرا حليبا، باع البقال لطرا حليبا. إذا التمييز هنا هو حليبا، المميز هو لطرا. وهنا نوع التمييز هنا يكون نوعه وزن، أي تمييز الوزن، والمميز هنا هو لطرا، مفهوم؟ ثم هناك التمييز الملحوظ، وهو ما كان مميزه ملحوظا من الجمل قبله ويكون منصوبا. إذا التمييز الملحوظ هو ما نلحظه من الجملة ولا نقوم بلفظه. مثلا أن نقول عمر أحسن التلاميذ خلقا، عمر أحسن التلاميذ خلقا. إذا هنا التمييز هو خلقا، والمميز هنا نقول غير مذكور، لأن المميز هنا غير مذكور غير محدد. ثم ننتقل إلى الدرس الثاني الذي سنقوم بدعمه وتقويمه، وتمييز العدد. إذا تعرفنا أن تمييز العدد هو جزء من تمييز الملحوظ، ولكن تعرفنا على تمييز العدد كدرس لوحده وله مجموعة من الأحكام، أي أن تمييز العدد دائما له مجموعة من الأحكام. أولها أنه يجب جره جمعا من 3 إلى 10. إذا كان العدد في جملة التمييز من 3 إلى 10، فالتمييز هنا يجب جره جمعا. مثلا كأن نقول اشتريت 5 دفاتر، 5 دفاتر. إذن العدد هنا هو 5، أي ما بين 3 و 10، والتمييز أتى هنا جمعا مجرورا، دفاتر جمع مجرور دفاتر. أو أنه كذلك يجب نصبه مفردا من الأعداد من 11 إلى 99. إذا في الأعداد المركبة كما تعرفنا، وأعداد المعطوفة. الأعداد المركبة هي من 11 إلى 19، والأعداد المعطوفة هي من 21 إلى 99. إذا هنا التمييز يأتي منصوبا. مثلا نقول يوجد في القسم 25 تلميذا. إذا التمييز هنا هو تلميذا. إذا تلميذا هنا أتى مفردا منصوبا. ثم كذلك في الحالة الأخيرة يجب جره مفردا مع المئات والآلاف بالإضافة. إذا كان العدد من الآلاف أو المئات، فهنا التمييز يأتي مفردا مجرورا. مثلا نقول توجد في المسجد 100 سارية، أو تطوع في المسيرة الخضراء 1000 متطوع. إذا هنا أتى التمييز مفردا مجرورا. إذا نقول أن تمييز العدد له 3 أحكام. أولا أنه يأتي جمع مجرور
من 3 إلى 10، ويأتي مفردا منصوبا من 11 إلى 99، ثم يأتي مجرور مفردا مجرورا بالإضافة مع الألف والمئة. إذن الآن سننتقل إلى إنجاز أو استثمار هذه القواعد في بعض التمارين. إذن التمرين الأول، أملأ الجدول التالي بما يناسب. إذن لابد، إذن لدينا 3 جمل، سنبين المميز فيها والتمييز، ثم نبين نوع التمييز، هل هو تمييز ملحوظ أو تمييز ملفوظ. الجملة الأولى، نهيلة أطول قامة من البنات. نهيلة أطول قامة من البنات، إذا سنبين المميز ثم التمييز ثم نوعه. الجملة الثانية، باع الفلاح هكتارا أرضا. والجملة الثالثة، اشترى خالد 7 تفاحات. إذا كل جملة سنبين المميز فيها ثم التمييز ثم نبين نوع التمييز في هذا التمرين. ننتقل إلى التمرين الثاني، أكمل الجمل التالية بتمييز مناسب مع كتابة الأعداد بالحروف. إذن هذه الأعداد سأعيد كتابتها بالحروف. يملك الفلاح، إذن نحن سنتميم الجملة، أي سنأتي بالتمييز مع تحويل هذه الجمل إلى حروف، ثم تطبيق القواعد الخاصة بتمييز العدد. إذن يملك الفلاح 17، ماذا؟ في العلبة 24، باع الفكهاني 9. إذن سنحدد، سنقوم بإتمام هذه الجمل بتمييز مناسب مع كتابة هذه الحروف هذه الأعداد بالحروف. ثم ننتقل إلى التمرين الثالث والأخير، أعرف الجملة التالية، سقت زينب 5 وردات. سقت زينب 5 وردات، إذن سنقوم بإعراب هذه الجملة. إذن أتمنى أن توفقوا في إنجاز التمارين واستيعابها. إلى اللقاء، نلتقي في حصة مقبلة إن شاء الله.